بقول لك يا داليا، صلي على النبي كده وروقي. لو بمغمى عليها، هو واكل علقه موت ما كلهاش حرامي جزم في جامع. خلاص انت خدتي بطارك والواد اتربى، اتجوزوا بقى عشان نخلص الليله دي. لا يا بهجت، لسه ما خدتش بطاري ومش هبطل غير لما يتعلم الادب ويبطل يخوني. استغفر الله. يعني انا مش هجوزهم تاني؟ جه تقولي بعد كل ده ان انا مش مأذون؟ مأمون للمرة المليون. بقولك انت اسمك مأمون، انت مش مأذون. بعد ما اتقنت الشخصية وعملت لها تفاصيل ولازمات مأمون. جه تسلك مني الامل بعد ما اديتهولي؟ مأمون. انا مأذون غصب عنك. مأمون. بارك الله لكم. مأمون. وبارك عليكم. مأمون. وجمع بينكما في خير. لا لا لا، وجمع بينكما في خير. يا مأمون افهم، انت مريض عندي وبتقنع نفسك طول الوقت انك مأذون، وانا بجاريك عشان تخف. انا مش مأمون، انا مأذون. انت مأمون. انا مش مأمون، انا مأذون. انت مأمون مش مأذون. لا لا، مش فاهم حاجة. انا مأمون ولا مأذون؟ انت مجنون. مأمون. مأمون ما تهيأش. ليه كده يا دكتور بهجت؟ مأمون مفيش حاجة هتقف، انت هترجع تجوزنا كل يوم زي ما كنا. بجد؟ البس، احنا هنرجع نعمل الخطة تاني وكل يوم هنعمل شخصية وهنتجوز من اول وجديد. سلطان، سلطان، ايه ده؟ هو انا فين؟ معلش سوري يعني على اللي حصل في العيد ميلاد. هو ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، انت قعدت ترقص كتير جدا لحد ما تعبت ونمت. طيب بالنسبة للطلب اللي طلبته لك في العيادة، ايه ردك؟ ان احنا نتجوز؟ موافقة طبعا يا سلطان. بجد؟ طبعا، ده كفاية يعني ان انت تنتشلني من الفقر والعنوسة واللبس الرجالي. بجد؟ بجد يا سلطان. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير.